يا صباح الفل والهنا والرضا، عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم، انتوا عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه بالظبط بالظبط 10 ل 5. قمت بقى قلت بقى النهارده بقى اعمل بقى شويه حاجات في الشقه، عشان انزل بقى اجيب شويه اكل وحاجات، بعد كده اجيب ابنهم من المدرسه. فحبيت اشارك اليوم بتاعي معاكم، وبتمنى ان انتوا تعملوا بجد لايكات عشان الفيديو يرجع. الفيديو اللي فات ده مفيش لايكات خالص، يعني عايزاكم بقى تعملوا لايكات، اتفرجوا حتى على 3 دقايق من الفيديو، وبلاش تخط الاعلان يا جماعه، بلاش. تعالوا نشوف هنعمل ايه، والبيت عندي النهارده، يعني ما تتخضوش، هتشوفوا كل حاجه. ما تنسوش بقى اللايكات. بصوا بقى، بقالي كتير ما عملتهاش. بصوا التراب، قلت بقى اعملها النهارده كده واخليها نضيفه، والشمس طالعه كده والدنيا حلوه النهارده. حتى السور يعني مليان تراب. صحاك يا مرائيلة، بص كمية تراب ملهاش حل. وهي قاعدة جوه عمالة تتكلم، فتعالي تعالي يا لولا، بس كده احسن. الواحد لما صحي كده هروح اجيب الجاروف واجيلكوا تاني. تقولولي بتحبي ايه؟ اقولكوا بحب اتصور في الشمس، مش عارفة، بحس ان انا وشي منور كده وبيبقى حلو، والتصوير بيبقى حلو كمان. انا جبت شويه بقى ميه وشويه مطار، همسح البلكونه، بس قلت بقى ايه كده، ايه يعني برضو ايه، ندلع البلكونه كده النهارده، في البلكونه كانت شغاله قوي. شفت كميه الميه بقى اللي نازله؟ رحت جبت زيت ميه تاني، قلت بقى ايه اعمل دي برضو. بصوا المية نازلة بتوسخة ازاي، اهو كده ايه شطفناها وخليناها زي الفل، يعني تبقى كده ايه حاجة كده ايه قلوبة. بصوا بقى خليتها زي الورد ازاي ونضفتها. هروح بقى اعمل ايه، اروح السوق اشوف بقى النهارده هشتري ايه وهعمل اكل ايه، عشان النهارده في حاجات كتير قوي عايزه اعملها. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحلاوه، بصوا بقت زي الفل ازاي. هروح بقى السوق عشان النهارده بقى اروح اشتري خضار واشتري بقى حاجات كده،
هوريكم بقى انا عملت ايه وجبت ايه والاسعار عامله ايه النهارده. هقول لكم الاسعار والحاجات اللي انا جبتها. بصوش بقى ايه اللايكات، وبتمنى يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عاجبكم. احلى صباح ده ولا ايه؟ بصوا بقى، رحت السوق وجيت. تمام، اول حاجه السكر ب 11 جنيه ونص، دي حاجه. جبت 3 كيلو سكر، وجبت بقى ايه، جبت باكو شاي ربع كيلو، عشان الربع كيلو دوت ايه بيقعد معايا كتير. تمام، جبت بقى ايه نص كيلو، جبت نص كيلو لبن، جبت بقى بسكويت. البسكويت ده بجيبه لمهرقيب، بعمله لك لبن يبقى حلو قوي. وجبت بطاطس، بحب احط البطاطس في البتاعه دي. ثواني يا بنو، رحت اشوف اول مره عشان كسبت الوزن. جبت طبعا بطاطس، البطاطس عايزه اقول لكم بكام، 5 جنيه، ب6 جنيه، و4 جنيه. جبت دي ب5 جنيه عشان مش بتتحرق. جبت طبعا قوطه، لان مفيش حد بيقدر يستغنى عن القوطه. بصوا بقى القوطه، عايزه اقول لكم انا اصلا بحطها في بتاع. بصوا القوطه حمرا ازاي وجميله. القوطه دي جبتها 3 ب10. وجبت بقى ايه يعني فلفل، بس الفلفل ايه، فلفل طبعا غالي، الفلفل ب17 جنيه. جبت فلفل اللي هو الحراق دوت. وجبت جبت ليمون ربع، جبت ربع كيلو ليمون ب4 جنيه. عايزه اقول لكم الخضار غالي، والفراخ غاليه، واللحمه غاليه. اللحم ب130 جبت منها. بصوا بقى البصل دوت جايباه ب2 جنيه ونص. جبت ايه تاني، اصل الحاجات دي بتاعت اسبوع. وجبت اللبن بره المهرقين اللي هو بتاع اللبن بتاعها. وفي حاجات برضو نسيت اجيبها تاني. وجبت بقى ايه، جبت فراخ. الفراخ النهارده بكام؟ الفراخ ب37 و38. انا جبت بقى فرختين، بس مش بحب الفراخ الكبيرة عشان لما باجي اشويها بيبقى فيها دم. لا، بحب اجيبها 1.5 كيلو عشان لما اشويها تبقى حلوة. وجبت فرختين، جبت بانيه، وجبت لحمة، بس طبعا شفتهم في التلاجة. بصوا هو الخضار جميل ازاي، والحاجة جميلة وكل حاجة. واتصدمت بقى من السكر. السكر عارفين السكر المفروض يبقى سعره جميل. جبت بتاع ده، جبت فيجيتار عشان بعمل بيه البانيه. وطبعا الحاجات دي لما بحس ان انا عايزه اكل حاجه مسكره بقى وزهقت بقى بغير، بروح واكل الحاجات دي. جبت علبه مرقه دجاج عشان تقعد معايا كتير بصراحه. دوت جبت مكرونه قلم، جبت كيلو ونصين، وده برضو كيس فيجيتار، ده كان ب2 جنيه، بقى ب2 جنيه ونص. والشعريه ب10 جنيه، جبت نص كيلو. والمكرونه ب10 جنيه، والرز ب12. يعني مش عارفه انتوا عجبكم الفيديو ولا اتصدمتوا، بس هنعمل ايه يعني، الحاجه غاليه. ورمضان جاي، كل سنه وانتم طيبين، و بس يا رب كده يدوم الايام ويدوم المحبه ويدوم كل حاجه حلوه. كل سنه وانتم طيبين، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. وهي دي مشتريات الاسبوع، ما بتخلص بجيب تاني، لاني ما بحبش ان انا اخزن حاجات كتير وتبوظ مني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديوهات تانية كتيرة. باي باي.